4.5 ديال الاسكان مليار ديالنا حنا حنا الدويره حيت دينا 500 دينا 50 دولار كاين فيهم اللي راه قريب من الصيفه في البناء وكاين اللي فيهم راه قريب من 5% وده 10% على الاكثر 10% بالضبط وكاين راه قريب فيهم من الصيفه بمعنى المقاول اشتغل لو اشتغلوا وراه على مقاولين وعارفين هذه الاكراهات بداو يشتغلوا وصلوا في واحد اللحظه ما كاينش لها اعتمادات خاص هذا الاشكال هذا يتحل حنا فعلا عارفين الاكراهات ديال الكورونا وكذا ولكن هذه المشاريع كانت مبرمجه من قبل كانت مبرمجه من قبل وكيبقى خاطرنا بزاف اللي كنبقاو في الجهه في الجهه كاين اللي يوصلوا من الاعتمادات من هذه الجهات من هذه الجهات هاد الظروف ديال كورونا كيوصلوا اعتماد وبالتالي خصنا السيد عامر كيدير مجهود دار مراسلات كدا السيد باشا كيوصل هاد الاكراهات هادو الحاله ما تعجبش حتى لواحد الحاله اللي ولاو عليها الساحات حكم ما دارش الغرس وما دارش الالعاب ما دارش النافوره ما هادي تبانش في الامور كتبقى ترجع ديكرادا الاشغال ديكرادا الاشغال شغال كيحيط لي حساس من هاد الساحات ما خرجش من عندي الحساس ديال الساحه وبالتالي نتمناو هذاك اللي راه في 19 حي حتى هو ما يوقفش هو يهدد الان بانه الا ما توصلش الاعتمادات يوقف وخايفين يوقف بلا ما يدير لي زوروبيل هذاك الشيء بعدا اللي يخدم لان هذاك الشيء اللي يديك راه دار صبت الشطر عيط عطلت الشطر طول الله يرحمه عيط عطلت السيد حسن تفضل ملي كيشوفوا كانوا كيسمعوا ارقام مليار 711 مليار ديال التاهيل الحضاري في المدينه ديال العيون كلشي ناس تبشر بخير ومنهم حنا كنقولوا مزيان على الاقل وصل واحد الوقيته اللي الساكنه ديال العيون حتى هي غادي تنال الحد ديالها ولو انها جاء متاخر اللهم ماشي مشكل لكن ملي بدات هاد الاشغال كتبين حوايج وكنصطدموا كما يقولوا كل مره كتكسبوها من جهه تحمل العمره المسؤوليه ديالها عندها اعتمادات ما قداش تبقى ما عندي ما تقول لي ما تقول لي راه في الجيب نهار اللي تقول واش كاين شي قرار ديال الحكومه تقول لهم اودي وقفوا المشاريع ما كاينش كاين شي حاجه كتقول لهم وقف ستوب لي مارشي اللي كاين ديك الوقت المقاول غادي يقول اه ودي على المستوى الوطني حتى انا عليا ايوا سيدي خلصوني داك الشيء اللي خدمت السلام عليكم ونجمع باجي ونمشي ياك ملي يقول لهم جعفر كاجي يقول لهم ديك الخدامه ها انتم خويا دبروا معاهم انا ماشي شغل ولكن ملي كنكونوا كنشوفوا بان على المستوى الوطني كما كتقولوا الامور كلها كتحرك ايوا هذا شي حاجه عشان كنت كنا في الاول السيد الرئيس خصنا نشوفوا اعاده راه بديت بها في التدخل ديالي في الاول اعاده النظر في العمره ونكون حنا الاولى نقول لهم لا وسيرتو العمره ديال وجده والناس اللي كتعرض في الاخرى عرفوا بان بصح ملي كنتدخلوا ياك انا ما فاهمينش انتم راه شنو كاين المشكل المشكل عندنا حنا فاش انا نضغطوا على عمران في الواجهه كما كيقولوا البلد حنا في الجيست حنا في الواجهه ولكن فين في الخلل الخلل نقول لك راه كان في عمران كما قال الحاج ملوان ياخذ 7% ديالهاش تحمل المسؤوليه ديالهم بغات الاسكان ولا البلديه ولا الداخليه باقي ما دارتش الشغل ديالها تحمل المسؤوليه ديال المقاولات ونضغطوا حنا نقولوا للمراسلين من هنا ويكون في الصوره ونديروا بانه كنوجهوا لهم واحد الملتمس انا وزيد بصح ولا العمران اللي خدات هذه الصفقات فاشله نقولوها ونصرحوا بها في الشتت بان في الشتت انها دير تدبير ديال هذه المشاريع وب 7% وبموارد المشاريع كما قالوا الاخوان ضعيفه الشركه كانت شاده المشروع كان اللي شاده القنوات الكبيره كان شدت القنوات الهيكل كان اللي شاده ديك الوقيته كان يكون لنا ودي مهم تقريبا الاحياء اللي كاينه في السي بي اس كلشي غادي تخدم حنا مشينا في هذاك الاتجاه انه غادي تخدم بالنسبه للكريم بالنسبه للشويه ديال النخلة الى اخره كلهم غادي تخدموا لان كاين اتفاقيه لان صدنا هذه الاتفاقيه فيها الفوائد التجديد فيها الحوايج ديال المهمه ديال الصرف الصحي بالنسبه للقنوات الكبيره ولكن للاسف الشديد اللي كملوا لان تقريبا كانت يمكن شي 10 ملايير ديال السنتيم اللي كانت داك المنطقه اللي لقيتها ما يخص القنوات ديال الصرف الصحي 12 ملايير 8 دابا المشكل اللي راه واقع المهم اللي كملوا ما عرف يقولوا كملوا هذيك الصفقه ولا سميتو خلاو في مجموعه ديال الاحياء حتى ما خبوش بها
هما هذوك تبارك الله ما كاينش باش نفسقوا الاتفاقيه باش البلديه تحمل المسؤوليه ديالها، ولا عمران هذا خصنا ندير معاه اجتماع، ولكن كنلح على ديال الدور الاستثنائيه في اقرب وقت هي جلسه العمل. كل ما الاطراف عمران ضروري الحضور ديالها باش توضيحات باش نخرجوا بواحد القرار.